خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس، في الإذاعة الوحيدة في الجمهورية التونسية المختصة في الصحة. حواراتنا وتحقيقاتنا تكون صحية طبية بامتياز، وهو القائل النوع الإنساني لا يتم وجوده إلا بالتعاون، العلامة التونسي ابن خلدون. تتسويت سامير سامير. اليوم مش تكون فما إديسيون سبيسيال لسانتي 5.0 فيما يخص احتفال تونس والعالم الكل باليوم العالمي للسل. شيفر سانتي، أجندا سانتي، كواد نوف سانتي، الروبريك اللي استنستوا بهم في ساعتنا الأولى من 10 حتى 11، وكل عادة ساعتنا الثانية يكون معنا طبيب الاختصاص وبشيوم نطرح سؤال شنو مرض السل، أعراض متاعه، الأسباب، المخاطر والمضاعفات، هذا وأكثر في ألو دكتور. السل مرض خطير يصيب الرئتين بالأساس، والأكثر من هذا هو مرض معدي. شنو أعراضه وشنو الأسباب متاعه، كيفية العلاج والوقاية منه، كل الأسئلة هذه يجاوبنا عليها دكتور أنيس معطلة، رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي ابن الجزائر، من 11 حتى نصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120 70 035 120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. صحتكم بالدنيا 70 035 120. تسألوها من بعد بشوية. أهلا وسهلا بكم، هذه 93، هذه 3W راديو الحياة بونيت، وين يوصل صوتنا في العالم. أنتم للاستماع للإذاعة الوحيدة المختصة في الصحة. سونتي 5.0. فاتوما، هذه الموسيقى اللي توصلنا ل 21 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على سونتي 5.0. سونتي 5.0. كالعادة في ساعتنا الثانية يكون حاضر بحضنا الطبيب الاختصاص رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار الدكتور أنيس معطلة، باش يكون ضيفنا اليوم وحديثنا معه حول مرض السل. عافانا وعافاكم الله. السل مرض خطير يصيب الرئتين بالأساس، والأكثر من هذا هو مرض معدي. شنو أعراضه وشنو الأسباب متاعه، كيفية العلاج والوقاية منه، كل الأسئلة هذه يجاوبنا عليها دكتور أنيس معطلة، رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي ابن الجزائر، من 11 حتى نصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120 70 035 120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. صحتكم بالدنيا على 70 035 120. تونس تسجل سنويا 29 حالة إصابة جديدة بمرض السل على كل 100,000 ساكن. هذا باش يكون حديثنا في شيفر سانتي. شيفر سانتي، سنويا 29 حالة إصابة جديدة بمرض السل عن كل 100,000 ساكن، 40% منها حالة السل الرئوي و 60% منها حالة السل الغير الرئوي المتواجدة خاصة بالعقد الليمفاوي، وفق إحصائيات كانت قدمتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة. وفي نفس التقرير لفت أن الارتفاع الملحوظ لمعدل إصابات بالسل العقدي خلال السنوات الأخيرة حسب الإحصائيات موضحة أن نتائج البحث الوطني أكدت بكتيريا السل البقري تتسبب في 78% من حالات السل العقدي اللي ينتقل عن طريق الحليب الغير المعاقم، مشتقات اللحوم الحمراء الغير المطهية بشكل جيد. كما تم حسب ذلك الإحصائيات تسجيل 19 حالة إصابة بالسل شديدة المقاومة للأدوية، فيما لم تسجل أي حالة من الالتهاب الصحية الناتج عن مرض السل لدى الأطفال دون الخامسة، مع الإشارة إلى أن إحصائيات 2017 كشفت عن تقلص عدد حالات السل الرئوي في تونس في العشرية الأخيرة ب10 حالات عن كل 100,000 ساكن، والنجاح في علاج 93% من الحالات المصابة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم على 3W الحياة بوانت. شيفر سانتي بعد العشرة متاع الصباح. هذا أفونغو من الموسيقى اللي تستنى فين ما عندكم. Don't stop the music.
سانتي 5.0 ينجم يمرض أخطاء كبير ونجم زيد يكون عنده مشاكل وتعقيدات خاصة على المستوى الرئة. هذا مرض السكر، ما هذا مرض السل. اليوم نحتفلوا به على سير غرار دول العالم وفي تونس. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا اليوم في ألو دكتور. السل مرض خطير يصيب الرئتين بالأساس، والأكثر من هذا هو مرض معدي. شنو أعراضه وشنو الأسباب متاعه؟ كيفية العلاج والوقاية منه؟ كل الأسئلة هذه يجاوبنا عليها دكتور أنيس معطلة، رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي ابن الجزائر، من 11 حتى نصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120 70 035 120. مرحيم صحتكم بالدنيا، صحتكم بالدنيا بارتيل من 11 حتى انه سنهار سينو. باش نحكي لكم على لو 3 كونغري ناسيونال جيراتري، هذا باش يكون في تونس من بتاريخ 21-22 مايو 2022. اجندا سونتي. La société tunisienne Gériatrie a le plaisir de vous inviter à son 3e congrès national Gériatrie jumelé au 3e Euromed Gériatrie Meeting et le 2e rencontre tunisio-belge de gériatrie. هذا باش يكون بحد النزل الخاصة بتاريخ 21-22 مايو 2022. Il y aura des invités au thème ZD pour cette année باش يكون actualité en gériatrie. Il y aura des conférences, des workshops. هذا وأكثر l'intégralité de l'interview تلقى l'intégralité du programme و les dates d'inscrit تلقاهم شوية أخرى على الباج officielle Facebook راديو الحياة FM إذاعة القيروان للصحة. هذا فيما يخص le 3e Congrès national de gériatrie jumelé au 3e Euromed Gériatrie Meeting and le 2e Agenda Santé. Santé 5.0. Santé. ما هو مرض السل؟ ما هو علاج مرض السل في تونس؟ شنية أهم الأعراض متاعه؟ هذا وأكثر أسئلة يجاوبنا عليها الطبيب الاختصاص وهو الدكتور أنيس معطلة، رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي ابن جزار. السل مرض خطير يصيب الرئتين بالأساس، والأكثر من هذا هو مرض معدي. شنو أعراضه وشنو الأسباب متاعه؟ كيفية العلاج والوقاية منه؟ كل الأسئلة هذه يجاوبنا عليها دكتور أنيس معطلة، رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي ابن الجزائر، من 11 حتى نصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120 70 035 120. مرحيم صحتكم بالدنيا، صحتكم بالدنيا كل يوم من 11 حتى نص النهار. اما اليوم حبيت نحكي لكم على انجاز تونسي هندي بامتياز. فريق بحث تونسي هندي يتوصل الى اكتشاف جديد لتلقيح مستحدث ضد مرض السكر اكثر ضد مرض السل اكثر فاعليه ونجا. كوادنوف سانتي. تمكن فريق بحث تونسي هندي مؤخرا من اكتشاف جديد لتلقيح مستحدث ضد مرض السل عنده فاعليه ونجاح اكبر من تلك اللي يمنحها لقاح البي سي جي اللي يعد اللقاح الوحيد والشائع لهذا الوباء. هذا وفق ما صرح به المشرف عن البحث والباحث في علم المناعه بمعهد باستور الدكتور مكرم السيفي، واوضح في تصريحه لوكالة تونس افريقيا الانباء انه الاكتشاف البحثي اللي يسهر عليه باحثون في علم من تونس وباحثون في اختصاص الميكروبيولوجيا من الهند منذ سنه 2012 يعد ثورة في عالم التلقيح من حيث الطريقة النوعية الجديدة في إنتاجه اللي تعتمد على تحفيز ردة فعل جهاز المناعة بواسطة الدواء المعالج لمرض السرطان. وقال إن هذه الطريقة تستعمل لأول مرة وتفتح المجال واسع لاعتماده وتطبيقها في تلقيح المختلفة بما ذلك لقاحات الكوفيد-19. ولفت أن التلقيح بي سي جي غير ناجح باعتباره يحمي الأطفال ولا يحمي المصابين بالسل من الفئات العمرية الأكبر سنا كما الكهول والشباب وكبار السن. وأضاف أنه لتحسين الحماية يمنحها التلقيح الشائع تم تحفيز بروتين فوكس 03 عبر اعتماد دواء معالج مرض السرطان، مبينا أن طريقة عمل اللقاح الجديدة تتمثل في الحقن بالتلقيح بي سي جي ثم إضافة الدواء المعالج مرض السرطان في موضع الحقن وهو المحفز للبروتين. ولفت أن الأبحاث أثبتت في المرحلة الأولى الدور الكبير يلعب هذا البروتين في حدوث ردة فعل ناجعة وقوية لجهاز المناعة ضد بكتيريا السل، موضحا أن البروتين المذكور موجود في جهاز المناعة وله دور مهم في العمل الناجع له ضد الأمراض الجرثومية وخاصة مرض السل. وأفاد أن مرحلة التجارب على الحيوانات تمت بنجاح وتمت تجربة لقاح جديد على الفئران وذلك نظرا لغياب ما
محضنة حيوانات عصرية بتونس ومش يتم لاحقا في الهند قبل الانتقال في مرحلة التجارب السريرية. وفق نفس المتحدث نشر مقالات علمية حول هذا البحث في عدد من النشريات العلمية في مناسبات عديدة، أحدثها في شهر مي لسنة الفارطة بمجلة أكاديمية الأكثر قراءة في مجال علم المناعة، وفي مناسبتين سنة 2014 و2019 في مجالات علمية أمريكية وبريطانية. كانت هذه كواد نوف سانتي بالنسبة لليوم، كاملين معاكم حتى نص النهار. كواد نوف سانتي بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل على راديو الحياة تفا سانتي 5.0. يكون حاضر بحضينا طبيب الاختصاص انجرو ميرسي لرئيس قسم الامراض الصدرية بالمستشفى الجامعي ابن جزار دكتور انيس معطلة، وحديثنا معش يكون حول مرض السل اليوم، وخاصة شكون هم المرضى بالسل، كيفية العدوى، هذا واكثر باش يكون حديثنا من بعد بشوية في الو دكتور. السل مرض خطير يصيب الرئتين بالاساس، والاكثر من هذا هو مرض معدي. شنو اعراضه وشنو الاسباب متاعه، كيفيه العلاج والوقايه منه، كل الاسئله هذه يجاوبنا عليها دكتور انيس معطلة رئيس قسم الامراض الصدريه بالمستشفى الجامعي ابن الجزار من 11 حتى نصف النهار في الو دكتور. كلمونا على 70 035 120 70 035 120. مرحيم صحتكم بالدنيا، صحتكم بالدنيا. من بعد بشوية سينو باش نحكي لكم على التكلفة المادية، قديش يتكلف اليوم، خاصة انه نعرفوا لكل عائلة اذا مرض فيها واحد لقدر الله بالسل فانه التكلفة والمصاريف تزيد ب 20%. هذا باش يكون موضوعنا في ايكو سانتي. ايكو سانتي على الصعيد العالمي تواجه أسرة واحدة تقريبا كل أسرتين متضررين من السل تكاليف تزيد عن 20% من دخلها، وفق بيانات المسح الوطني الأخير للتكاليف اللي تكبدها مرضى السل. ولم يحقق العالم الهدف المرحلي اللي يقضي بألا يتكبد أي مريض بالسل أو أسرته تكاليف كارثية من جراء المرض بحلول عام 2020. بحلول عام 2022 يلزم مبلغ 13 مليار دولار سنويا للوقاية من السل، تشخيصه وعلاجه ورعاية المصابين به، لتحقيق الغاية العالمية المتفق عليه في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن السل في سنة 2018. يقل التمويل من بلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اللي تشهد 98% من حالة السل المبلغ عنها بقدر كبير عن المطلوب، وبلغ انفاق في عام 2020 ما يقل عن نصف الغاية العالمية المستهدفة بمقدار 5.3 مليار دولار أي 41%. وحدث انخفاض بنسبة 8.7% في الانفاق بين عام 2019 و2020 من 5.8 مليار دولار أمريكي إلى 5.3 مليار دولار أمريكي، وعاد بذلك تمويل السل في عام 2020 إلى مستواه في عام 2016، ويندرج القضاء على وباء السل بحلول 2030 ضمن الغايات الصحية المحددة في أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة. هكم شفتوا العالم يزم على الأقل 5.8 مليار دولار أمريكي سنين لمقاومة مرض السل. أهلا وسهلا بكم الناس كل في أقل من 7 دقائق باش نبدأ في ألو دكتور. تليفوناتنا 70 035 120، مع ضيفنا بعد شوي. إيكو سانتي 6 دقائق بعد الحديش. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل في ساعتكم الثانية من سانتي 5.0. سانتي 5.0. مرض السل هذا هو باش يكون موضوعنا لليوم، وقت اللي نعرفه على الاقل في تونس على كل 100,000 ساكن حوالي عدد الاصابات 27-30، شنو هي المضاعفات نتاعو وشنو هي الخطوره نتاعو، هذا واكثر باش يكون حديثنا اليوم في الو دكتور. السل مرض خطير يصيب الرئتين بالاساس، والاكثر من هذا هو مرض معدي. شنو اعراضه وشنو الاسباب متاعه، كيفيه العلاج والوقايه منه، كل الاسئله هذه يجاوبنا عليها دكتور انيس معطلة رئيس قسم الامراض الصدريه بالمستشفى الجامعي ابن الجزار من 11 حتى نصف النهار في الو دكتور. كلمونا على 70 035 120 70 035 120. مرحيم صحتكم بالدنيا. رئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه في المستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان دكتور انيس معطلة، مرحبا بك في راديو الحياه تفا.
شكرا شكرا بارك الله فيك اخ حيم, نشكركم على الاستضافه الطيبه هذه, ونشكر الاذاعه الفتيه الاذاعه الثقافيه والصحيه حياه افهم اللي الحقيقه اضفت جو من الثقافه من الصحه وبرشا حاجات طيبه وبرشا حاجات برشا نصائح وبرشا حاجات ايجابيه للجميع مستمعيها, وشكرا مره اخرى. ان كرون ميرسي زيد لكم انتم كقسم كامل الامراض الصدريه والحساسيه, خاصه المجهودات اللي قدمتها في الكوفيد. تونس والعالم حابين يحتفلوا بالأحياء ونعرفوا المخاطر متاع مرض السل, هذا المرض اللي موجود في تونس وقاعدين نعيشوا فيه, لكن شنو بالضبط مرض السل دكتور؟ شكرا. مرض السل اللي اليوم 24 مارس نحتفلوا ب عيد ولا مناسبه هي مقاومه مرض السل. دونك هو مرض جرثومي معدي ينتقل عن طريق رذاذ الهواء, ومرض وللأسف مازال يشكل خطورة ومازال منتشر, والانتشار متاعه وللأسف في تونس قاعد يزيد. نحب جيست تذكير صغير, تاريخيا هو السل راهو قديم برشا, وكتشوف مرض السل في حتى في المومياء المصرية يعني ما قبل 2400 تقريبا 3000 سنة قبل الميلاد اكتشفت اثار لمرض السل. دونك هو مرض قديم. علاش يرجع تاريخ 24 مارس؟ هو شنو تاريخ 24 مارس؟ هو اول اكتشاف للجرثومه اللي مسؤوله عن مرض السل اللي هو لوباسيل دو كوك, اللي اكتشفه هو روبير كوخ في 24 مارس 1882, وداير خذا جايزه نوبل على الحكايه هذه. دونك اكتشف الجرثومه هذه اللي ريسبونسابل المرض السل. ومن بعد نشوفوا شنو هو مرض السل وشنو علاماته وشنو تاثيره والباقي كل ما يحيط بالمرض من الناحيه الطبيه. دونك لهنا ولات الدات هذه سامبوليك, معناتها العالم في كل 24 مارس يحتفل بالدات هذه, وهي فرصه للتذكير الناس اللي السل وللاسف راهو مازال موجود ومازال منتشر ويشكل خطر على الانسان. حتى عدد الوفيات عدد كبير في العالم في حدود المليون مليون ومية كل عام بريسكا. يعطيك الصحه هذيك تقريبا, فما شيفر يقول لك 10 ملايين ولا اكثر من 10 ملايين مريض يعني بالسل يعني في العالم, هذيك نسبه وفيات يعني توصل فما نسبه يوميه 4500 يعني ديسي بارجور, يعني حالة وفاة من جراء السل. نذكر حاجة أخرى مهمة برشا, معناتها الانسيدونس نتاع السل في أي بلد هي نحسبوها على 100,000 ساكن تدخل في يعني في تقرير ولا في أخذ بعين الاعتبار لتا كامل نتاع دولة, يعني يقرروا إذا كان الدولة هذه حتى في الاقتصاد حتى في السياسه حتى في الـ في الـ في المعاملات الماليه لانسيدونس دو تيبركيلوز تدخل في الحكايه هذه. دونك اللي هو عدد الاصابات بين 100,000 سكن في تونس جينيرالمون. حتى كي قمت ببحث صغير من 2015 2016 ديما نحكيو بين 25 24 30, هذا الرقم اللي ديما نلقاه موجود في الارقام الرسميه دكتوره. يعطيك الصحه سي الحي. نحب نقول حاجه اخرى اللي باش ناخذوا الدروس, لانه الحقيقه في السنوات 2000 الانسيدونس في تونس كانت اقل من 20 ولو ام اس اكزيج اقل من 20, يعني كنا وصلنا حتى 19 على 100,000 ساكن, توا اخر شيفر تحيني اكثر من 30, فما حتى 36 36 يعني يصير على 100,000 اللي هو رقم مرتفع. التيبركيلوز وللأسف ولا مرض يعني هو خاصة بالدول الفقيرة ضعيفة الدول ضعيفة الدخل, الدول اللي معناتها اللي عندها مشاكل اجتماعية ومشاكل فقر ومشاكل سكن ومشاكل. دونك هو ارتبط بالدول هذه وبالأوضاع هذه, كل ما تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية يكثر مرض السل. عفوا وعافاكم الله ديما باش نقولوها. جات فترة بالنسبة للدول العالم الأول ولا الدول المتطورة الدخل العالي هما لي زانسيدونس نتاعهم كيما فرنسا 6 ولا 7 على 100,000 ساكن, جاتهم فترة في الثمانينات طلعت شوية وقت طلع الانسيدونس نتاع السيدا, يعني ثم علاقة كبيرة بين السيدا والسل, لأن السيدا كي انتشرت عندهم تعمل ضعف مناعة, وأول جرثومة كي بروفيتي من ضعف المناعة هذه هي جرثومة السل. ولكن توا كي نقصت عندهم الانسيدونس نتاع السيدا رجعت الانسيدونس نقصت. دونك
نتمنى انه نرجعوا كما قبل, وللاسف الدوله ولينا نقولوا ان شاء الله نرجعوا كما قبل, لانه قبل كانت كان اكثر جديه في التعامل معها, كان الديبيستاج يصير بصفه اكثر فاعليه, كانت الامور الحقيقه تتم بصفه افضل من الوضع الحالي, بصفه استباقيه, هذه سيرتو استباقيه من السبيطار معنا افكتيفمون, بصفه استباقيه في برشا حاجات, وللاسف الامور صعبت شوي, صعبت شوي, كنقولوا صعبت سيرتو مع كورونا, صارت صعبة دكتوره, صعبت اكثر اكيد دكتور. في ولايه القيروان وانت سيادتك المشرف على رئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه, في العام حسب التقريب قنش من حاله مرض السل تجيكم على الاقل انتوما للقسم دكتور؟ في القيروان وللاسف ما من المؤشرات اللي بعض المؤشرات الاخرى اللي صعيبه شويه, انه تقريبا نحن نحتل المرتبه السابعه في الانسيدونس ولا في النومبر نتاع من 24 ولايه في النومبر نتاع السل, امراض السل ومرض السل. نحن كقسم امراض صدريه والحساسيه نستقبل سنويا يعني اللي مالاد اوسبيتاليزي نوصلوا حتى بين 100-120 مريض, اللي هو رقم كبير ورقم مرتفع حتى بارابور بعض الولايات المجاورة, خصوصا الولايات الساحلية اللي هما أقل منا برشا. 120 هذايا سنويا يجيونا جوست امراض هذوما, معناتها اللي يستحقوا خاطر يزن من بعد سينحي نحكيو على انواع السل, لانه فما نحكينا على السل خاصه السل اللي يمس الرئتين, خاصه الرئتين اللي هو ما يمثل 40% من انواع السل الاخر, خاصة ثم سل ما نجمش ما نحكيش عليه وننبه عليه خاصة الناس والمواطنين, اللي هو السل متاع الغدد اللمفاوية التبركيلوز غونغليونير, اللي هذا قاعد الانتشار متاعه بصفة مهولة, نجم نقولها بصفة مهولة صفة كبيرة, لأنه هذا ينجر عن الحليب معناتها الباسيل الحليب ومشتقاته نو باستيريزي, يعني الحليب الغير المعقم, الغير المعقم ولا معقم بطريقة غير صحيحة ولا بطريقة غير صحية ولا بطريقة عشوائية, يعني فمك الفرماج من عرش وانا وكل جوتا وتوسكي معناتها الوحدة معناتها ومشتقاته التريتمون نتاعو ني با في دو فاسون اديكوات كوريكت معناتها علمية اون فادير, هذا راهو ماهوش معمول بطريقة صحية, بطريقة صحية هذه نبهو معناتها اللي ياخو كومون ولا ياخو حليب كيك ما تعرفش عليه ردوا بينا راهو التيبركيلوز غونغليونير, ونشوفو في برشا عند الصغيرات هذه تاع الغدد اللمفاويه راهو الانتشار نتاعو كبر برشا دونك, والوقايه نتاعو سهله اي سوفي نعرف منين ناخذ نعرفش انا الحليب ومشتقاته في بلاصه نظيفه بيان ايتوديي بيان واحد معناتها ريكوموندي مصحين عليها وزاره الصحه ولا نعرفش دونك توقي به في الحكايه هذه. خلينا نمشي معك من منين نجي معناتها خلينا نسهل على الساده المستمعين وبعد توجيه الانواع, هما قعدوا في اللي سبب 40% واللي سبب مشاكل في الرئه وخاصه اللمفاويه, اللي كنت تحكي لي اني نجم يكون السبب نتاعو هو الحليب المشتقات نتاع الحليب اللي هو مش معمول بطريقه صحيه. نعاود نذكركم انه ضيفنا اليوم دكتور انيس معطله رئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان. صحيح زاد الحم وليديرفي نتاعو ينجم يكون هو سبب في السل؟ لا نحكيو عليه صحيح, هو السل مش نتاع الحليب ومشتقاته, ما يعملش سل في الرويري, يعمل سل في الغدد اللمفاويه سبيركيلوز غونغليونير سي اوتر شو سي تاع نوتر تيب دو باسيل دو كوخ, هو تاريخيا قاعدوا ديما لو بروبليم هذايا مش الباسيل دو كو التيبركيلوز اللي يعمل السل نتاع الرئتين, دونك لا في الحم لا في الحم وفي الواحد لا, لانه يعني الحم جينيرالمون ما يتاكلش ني دو فاسون اي بيان واحد كوي, مي الموجود هو عند الابقار السل نتاع الابقار هي قاعد من اول الدنيا ديما هذايا التيبركيلوز تاع الابقار ما فرقوش منها برشا, هذاك علاش حبيت نوضح يعطيك الصحة دكتور افكتيفمون التيبركيلوز تاع الابقار, وكيما قلنا قبل معناتها الابقار اكثر يبدا الناس سويفي خير وسون بيان تريتي ويعملوا لي فاكسان وكل شيء, دونك توا فما مالوريزمون ساعات حتى ايزون ديكلاري في تونس بارفوا يلقاو دي جي نتاع ابقار مرضى بالتيبركيلوز وما يفيقوش بهم ويتعدى في الحليب التيبركيلوز هذاك, والحليب اذا كان تقع معالجته وتريتمون تاعو بصفه صحيه وبصفه معناتها كيما معمول به معناتها لي نورم القواعد الصحيه راهو حتى كان ثم غاديك راهو يموت ما خافوش, ولكن اذا كان ما تصيرش تريتمون معناتها دون لي ريغل دولار و تو سكي ريكوموندي راهو التيبركيلوز هذاك ينجم يتعدى الانسان ويدخل في الغدد اللمفاويه ويعمل لك الغدد اللمفاويه الكبار ويعمل مشاكل, واذا كان ما نعملوش دياغنوستيك بكري وما نداويهمش هما بيدهم نجموا يعملوا تعكرات ونجموا يعملوا لي كومبليكاسيون الكل. انا جاي من بعد هذا الغونغليونير بالنسبه للبلمونير كومون
حاجه اخرى. دونك انا نحكي معك توا دكتور على زوز انواع نتاع السل. يعطيك الصحه. اسمه النوع الاول واسمه النوع الثاني، خلينا نزيدو نوضحوه للساده المستمعين دكتور. كما قلنا ثم تيبركيلوز بلمونير. تيبركيلوز بلمونير ينتقل عن طريق الرذاذ، عن طريق الهواء. انسان مريض بالتيبركيلوز دايور، اول قاعده في التريتمون ان نحن ساعات انه ليزولمون، نحطوا المريض اون ليزولمون في بلاصه بعده، يتم العزل نتاعو، عزل نتاعو التام عن محيطه القريب والبعيد. دونك انسان مريض ما يعرفش على روحه ولا ما ياخذ احتياطاته، وقت اللي يكح ولا وقت اللي يعطس ولا حتى يتنفس في مع انسان في 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 بلاصه مسكره، راهو أكل رذاذ ذاك ينتقل للإنسان، والإنسان هذاك بحكم بالواحد ينجم يتعرض هو بيدو للعدوى، يعدى يتعدى بمرض السل. ساشون كو باش نقول حاجة أخرى، راهو نحن حتى في حياتنا العادية نحن معرضين الأغلبية متاعنا أنه نكونتاكتيوه الوسيل دو كوك الجرثومة الرسبونسابل تيبركيلوز أو لا كونتاكت، ولكن بفضل المناعة وبفضل السيرتو وكل الفاكسان نعملوها في النيسانس وست سنين وفي التلقيح هذيك اوني اميونيزي، تقعد كامله ما نمرضوش. دونك الانسان باش يمر ثم حالتين، سواء كما قلنا كونتاكت كبير مع انسان، معناتها كونتاكت قريب مع انسان مريض بالتيبركيلوز ياخو الجرثومة، سواء عنا كما قلت لك في 90% والأغلبية عنا هذه هالبكاء ميتة موجودة في غونغليون في غدة لمفاوية في طرف بعيدة ما تتحركش، ولكن بمن مثلا تيح المناعة ولا مرض السكري غير مستقر ولا سبب من الأسباب بور سبب السي ديكلونش تنمو تكون مرض معناتها كامل إلى مرض نشط. دونك الانسان يمرض، دونك هذوما لي دو ميكانيزم يمرض بهم الانسان بالنسبه للتيبركيلوز. ومن بعد تدخل فك الشين مع تيم السريه، ومن بعد نحكيو عليهم العلامات، ولا تحب نحكيو عليهم تو علامات شنو ما اللي يصيروا اللي خلينا نشكوا الانسان هذاك عنده مرض السل. دونك باش نتعدي لازم الرذاذ نتاعو ناخذوا بكميه كبيره، وقتها نجم انا نتعدي نتاعو. نجم نتعدي سديكلونشي وبدات المرض بدا يجي للبدن. دكتور شنو هي اهم الاعراض او اولى الاعراض كان مرتبين بالوقت اللي نجموا يظهروا عند مريض اول مصاب بمرض السل؟ يعطيكم الصحه. بالنسبه للاعراض، الاعراض ثم الاعراض العامه، الاعراض العامه جينيرال اللي هي كينوزاتير لا طونسيون جينيرالمون اكثر، معها بعض الاعراض خاصه في الاول اللي تخص الجهاز التنفسي. من اهم الحاجات اللي معناتها براتيكمون كازي كونستانت عند المرضى اللي يمرضوا بالسل انه يبدا يفقد شويه الشهيه، هي مهمه برشا. يقول لك ما الشهيه، يحس ثم تعب، ثم فشل، ثم حاجه مهمه ياسر كنا بال نحنا يبدا يعمل في شويه سخانه مخر شويه العشيه ولا في الليل، والتعرق ليلا. تعرق ليلا من اكثر العلامات اللي تدلنا في الليل، يعرق في الليل، يقول لك راني في الليل نسخن ونعرق برشا نضعف كذا. هذوما علامات عامه كيزاتور لا طونسيون، هذوما علامات عامه. بعد جي علامات بالنسبه للجهاز التنفسي، اكثر العلامات الموجوده هي الكحه شيحه ولا خاصه الكحه من الاول شيحه، ولكن الكحه ذي نوزاتور برشا لا طونسيون في احيان كثيره تكون مصحوبه بقليل من الدم يمبتزي يخرج شويه دم، هذاك استنسيني معناتها يلزمنا ناخذو او سيريو. واحد يكح يقول لك خرجت شويه دم يفو فير اتونسيون، دونك هذاك من اللي يصير. تنجم تصير شويه اوجاع في الصدر هكا كيكو دولور وقت اللي نكح ولا وقت اللي نتنفس كي تقول لي وجاع في الصدر توا دكتور؟ وجاع عند الكحه، وجاع حتى من غير كحه يحس ثم بعض الالام في صدره في البلاصه هذيك، والا كي يتنفس فهمت، دونك يحس شويه وجاع في صدره. ماهيش حاجه خاصه ديما نحكي في البدايه، لان انا نسيت في البدايه ما نحبوش الانسان يوصل للي كومبليكاسيون اكسبسيونيلمون معناتها رار برشا. هذوما الناس اللي ما يعديش من الاول ولا يتهاون ولا يبدا عنده مرض مزمن في القلب ولا في الرواري، ينجم يجينا في حال ضيق تنفس، يعني ولات انتشر رابيدمون وعمل بدا يعمل فك لي كومبليكاسيون، يجينا مريض في ضيق تنفس وللاسف نعمل تحاليل نعمل تصويره وسكانير نلقاو تيبركيلوز منتشر في الريتي الاثنين ولا فهمت. دونك هذوما والحمد لله ما همش بكثره. دونك العلامات العامه حكينا عليهم، وهذوما كي يطير بليس لا طونسيون، والعلامات الخاصه بالجهاز التنفسي. تو دكتور العلامات اللي نحكيو عليهم هذوما قبل ما نوصل الانتشار الكبير كما كنت تحكي لي،
معناتها تاخو ايامات قليله، تاخو جمعه زوز ثلاثه، خاطر زاد ما نجمش انا على شويه تعرق في خاطر اللي تحكي لي فيه. نجم نقول لك انا غريب العادي نتاعنا، جاتني شويه كحه، حسيت روحي تعبه، كنت زليفه في الليل، طولت معايا خاطر ما بردش بالباهي. دونك ما تنجمش، تنجم تكون حاجه عاديه ماهوش سل مثلا اللي يسمعنا تو دكتور. اي صحه رمارك بيرتينونت حيم، افكتيفمون ما هي علامات هذه تنجم تقعد حتى شهر وحتى اكثر، شهر وتنجم حتى دو سمين تروا سمين شهر، معناتها جينيرالمون الجمعه الاولى والجمعه الثانيه اكسبسيونيلمون المرضى ما يكونسلت با كيما قلت انت، ياخذوها على اساس شويه فشله شويه غريب شويه كحه، سيرتو اذا كان من المدخنين يبدا متعود. وديما نعاود نذكر وما ننساوش اللي التدخين راهو من الاسباب الكبيره في حصول، معناتها انه المريض بلي سنسيبل يمرض اكثر بمرض السل وتعكرات مرض السل، ويخلي المرض السل ينتشر بصفه اكبر. دونك ديما نذكروا الناس ونذكروا مستمعينا انه ديما نرجعوا للتدباز، هو للتوقف عن التدخين ولا المضار التدخين وعلاقتها زاد بالسل، موجود في كل وحده في كل مشاكل الرئه وللاسف. دونك جينيرالمون العلامات تمتد حتى شهر 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 ونص حتى شهرين، ونشوفوا مالوريزمون حتى اكثر الناس تعدي حتى اكثر، اما وقتها مالوريزمون يجينا وقت اللي يعمل دي كومبليكاسيون كيما قلت لك، يجي سواء تولي 40 سخانه معناتها عمل لها بسيداسيون في الريه، تعفن كبير في الريه، ولا عمل مشكله اخرى، ولا قيح، ولا دم كبير، ولا دونك مالوريزمون نشوفوا فيهم هذوما قلوا ما عادش نشوفهم كي قبل، ولكن سا اكزيست انكور. ولهنا ديما نبه على حاجه، اذا كان انسان عنده اعراض ويشك من المستحسن انه يباشر يمشي للطبيب، ما سيرتو ما يخدسناش هكا الدويات، فما الدويات اللي يزيدوا اللي هما كليزونتي انفلاماتوار ولا كليكورتيكويد ولا هذوكم، راهم هذوكم من الحكايات من الادويه اللي وللاسف انها تساهم في انتشار وخطوره السل على الرئتين. به خلينا نزيد نعطيهم تصويره اخرى كان تسمح لنا دكتور، كي يضرب السل في الريه شنو بالضبط، شنو يعمل لها بالضبط دكتور؟ خاطر وليت تحكي لي على تعفنات معناتها كي يجيكم بعد، شنو يعمل بالضبط السل في الريه؟ هي لا ديفينيسيون السل اللي احنا نقولوا نسميوها معناتها ستون انفيكسيون ريسبيراتوار سبيسيفيك، معناتها الباسيل دو كوك يعمل التهاب جرثومي خاص في الريه، وهو سيت ان سيمباكتيري نسميوها نحن ايروبيستريكت، معناتها ايروبيستريكت هي الباسيل دو كوك ريسبونسابل تيبركيلوز، يحب برشا الاكسجين دونك ديما يضرب في الريه الفوق، خاطر الريه الفوق اللي بليز اوكسجيني يوصل لها الاكسجين اكثر. دايور سنحايم للانيكدوت، قبل ما لي زاني 50 قبل الدواء كان التريتمون تاع التيبركيلوز راهو ريسون في لي زاني 50 بدا سيربتوم سين بدات، نحن في تونس خلطت في لي زاني فما الكومباني صارت في لي زاني 70 ابارتي 60 70 بدات الكومباني. دايور قبل كيفاش كانوا يداويوها سنحايم للانيكدوت، كانوا دايور خلطت على كيلكو مالاد قبل هذيا، كانوا يجيو يعملوا لهم خاطر هو يحب الاكسجين، ما غير الاكسجين يموت، وهو يضرب في الريه الفوق يعملوا لهم مونسيكتون ابين احنا بنوموتوراكس يجي والريه وينقبوها الفوق. أيوة. باش ينحيوا لها الاكسجين، تصيرك الكولابسيوس هذاك يتنحى الاكسجين ايفيكتيفمون، البكتيريا تموت ولكن يخلي دي سيكيل باش يخرج سيكيل، لانه التيبركيلوز كان يقتل برشا قبل. كان قبل التريتمون راهو المورتاليتي يعني تو مورتاليتي كان براتيكمون 9 على 10 يموتوا مالوريزمون، اكثر من 90% كانت قبل اكثر من 90% كان يموت في 9 على 10. شافهم خطوره الوضع، خطوره الوضع قبل الحمد لله الحمله نتاع التلقيح والتلقيح والادويه كان يقتل برشا تيبركيلوز. دونك هذه راهو شفتوا شنجم يعمل. دكتور خليني زاده في نفس، خلينا نمشي معاك في نفس التمشي، ما داويتش انا اليوم السن، ما داويتوش نسيت وما لقيتش وقت، ماشي في بالي انا اللي هو حكايه قريب تو يتعدى، راني ناخذ شويه دواء تحلي سخانه تو نتعدى، شنو ينجم ينجر عليك كمضاعفات على المدى القصير وحتى على المدى الطويل، حتى بعد كي نجيكم وتداويوني ونبره دكتوره، شنو ينجم ينجر عليك؟ اكيد اذا كان ما داويش التيبركيلوز سيرتو في الطون في الوقت يعني هو يلفا ايفولي باش يتطور ويتطور كيس كي باش مثلا البارتي الاولى باش ياخذ 2 سنتيمتر وبعد شي يقدم 3 سنتيمتر وبعد شي ياخذ لك سميو نحن توت ان لو بارتي من الريه ومن بعد ينجم يتعدى للريه الاخرى، ينجم يتعدى زاد التيبركيلوز بلورال الصفيق نتاع الريه. دونك وكل ما يتعدى يعمل التعفنات، يعمل لي سير انفيكسيون، يعمل خاصة ينجم يعمل اللي هو غراف برشا وحتى صارت لنا نحن الحكاية هذه، يعمل ليزوموبتيزي غراف، شنو هو انه الانسان يعمل الريه نتاعو تتفلق بالدم، يكح برشا دم اللي ينجم يكون وللاسف نجمو نخسروا فيها مريض.
دونك قد ما نوخروا في الدواء قد ما هو يزيد يتغلغل، وقد ما حتى بالنسبه من بعد للتريتمون نتاعو تصعب الامور، وحتى ينوصلوا حتى كي الحمد لله الاغلبيه نجموا يبراو، ولكن يلفا غاردي دي سيكيل باش تقعد له يعني مخلفات. المخلفات هذيك يمشي الباسيل يتنحى، ولكن المخلفات تولي هي بيدها الايفولي سا بروبر كونت، تولي وحدها تمشي تعمل الشياح في الريه، نجم بعمل تعمل تعفونات الجراثيم اخرى، تعمل دي غريف نتاع دي شامبينيون، وحتى عند التباجيك ونشوفوها اللي تتكيف هذوما يعملوا لي كونسير سيرو لوسيكيل دي تيبركيلوز. معناتها الكونسير ينمو فك البلاصه اللي ضربها السلق، وهذه حاجه دي حاجة وللأسف راهي فريكونت. الناس اللي عملوا التيبركيلوز وعندهم أثار كبيرة ويتكيفوا معرضين أكثر وبرشة معرضين غيرهم إنه يعمل فك البلاصة هذيك اللي هي ماهيش بيان أكسجيني وماهيش بيان فاسكو، معناتها الدم والأكسجين مش بكذا، إنه يعمل فيها مالوريزمون ينجم يعمل فيها كونسير. دونك قد ما نبداو الدواء بكري قد ما نزيدوا في لي شانس للشفاء بصفة كاملة وطبيعية وترجع الرواري نورمال، الرئتين نورمال إن شاء الله. بهي على ذكر الدواء زادة توا دكتور، اللي في بالي بي زادة معناتها الفيروس السل تعامل جرثومة سامحني جرثومة السل تعاملوا وتطورت في تعاملها حتى مع الدويت، دونك تنجم هي تقاوم نوعا ما، نلقاو نوع من السل مقاوم لبعض الأدوية. شنو هي الفكرة هذه بالضبط دكتور؟ صحيح صحيح، وللأسف للأسف معناتها كما قلنا نحن هو من لزاني 50 وقت وقع اكتشاف أول واحد هو ستربتوميسين أول الدواء، ومن بعد تطور العلم بشوية بشوية لين وصلنا توا فما 4 موليكول أنتي تيبركولو، هذوما 4 دويات يتعطاو مع بعضهم داير، ولا تتعطى في موليكول واحدة في حربوشة واحدة يتحطوا هذوما تتعطى حسب الوزن بتاع الشخص. ديما راهو توسكي تعامل مع الطبيعة، راهو الإنسان هو سبب له، يعني حتى كن نحكيه معلومة جنرال تقول لك توا قلنا إبويزي نو ستوك دي زانتيبيوتيك، يبالك قلنا إبويزي معناتها يوغا با ما عادش باش يبدا عندنا دي زانتيبيوتيك أخرين، هكذا وصلنا توب. إذا كان شنون إذا كان ما نعرفش نحن أي حتى حاجة فيرال أي حاجة ناخذ دي زانتيبيوتيك أتوري أترافير ونمشي الفارماسي ناخذ زانتيبيوتيك، راهي هذيك من الحكايات اللي تعمل ريزيستانس نتاع لي بكتيري تخليهم بلي ريزيستون. انتراتر من اللي تطور هو فيروس جرثومة السل التطور، وللأسف ولينا توا نحكيو أكثر على التيبركيلوز ريزيستون ملتي ريزيستون ريزيستون المقاوم للأدوية المقاوم للأدوية اللي كانت إفيكاس 100% على مدى 50 سنة وتوا ما الحمد لله فما بعض نسميه نحن دوزيام بالي وتروزيام بالي، فما أدوية أخرى دايور مثلا في تونس ولا سنتراليزي في تونس في أريانا، فما سنتر في الأريانا كي سوكيب دي تيبركيلوز ريزيستان، خاطر سي دانجورو إذا كان عندك واحد عنده سل وريزيستان للأربع دويات اللي نعطيهم راهو سا دوفيان تري دانجورو، معناتها الباسيل دو كوك النوع البكاء اللي عنده هو جرثومة اللي عنده راهي خطير، لكن تتعدينا في مجتمع تنجم تنتشر الريزيستانس هذيا حتى ما عندناش الدواء باش يقاومها، ما عندناش الدواء وتولي نرجعوا لزاني 40 و50. دونك راهو نهار 24 مارس سي تري امبورطون، الناس مش في بالها تيبركيلوز سا اكزيست بلو، نو تيبركيلوز مازال ويشكل خطر، يعطيك الصحه في الرمارك. والريزيستانس وللاسف اللي سبب فيها هو الانسان المواطن ولا حتى نعرفش انا الناس كل الكادر الكل راهي ماشيه وتزيد، واللي تيبركيلوز ريزيستون اللي قبل ما كناش نشوفوه توا النمبر نتاعها قاعد يزيد قاعد النمبر يزيد. قاعد يجيكم في حالات دكتور معناتها قاعدين يجيونا قاعدين يجيونا، راهو كنقولوا في تونس فما لاني 19 يظهر لي اخر شيفر فما 26 كا دو تيبركيلوز ريزيستون، ردوا بين 26 واحد معناتها عنده تيبركيلوز فري ريزيستون، فما دي موليكول نحن باش نسميوها فما ديفينيسيون سيانتيفيك ذي الريفادين والزونيازيد اللي سميهم هما لي دو انتيبيوتيك ماجور انتي تيبركيلو، هذوما زوز ماجور كان نعمل ريزيستانس هذوما راهو سي 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 تري غراف بالحق سي ان سيني تري غراف. اما كي يجيكم الحالة هذي في الاخر تداوى دكتور ببرشا معاناة ولا ببرشا ادوية تداوى الا ليه في الاخر؟ بالنسبة للريزيستان يداوون برشا معاناة وبرشا تعب وبرشا صبر وبرشا وقت وبرشا اثار جانبية وبرشا اثار جانبية اكيد تيبركيلوز ريزيستون برشا اثار جانبيه اكيد. نعاود نذكركم انه دكتورنا حاضر بحضنا سيد انيس معطل رئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه في المستشفى الجامعي ابن جزار. سامحني قل باش نذكر بالنسبه للاسباب زاد الريزيستونس، ودايور
هي الأوماس الأورغانيزاسيون مونديال دو سانتي إلا إكزيجي سكو نابيل نحنا دوتس ديريكتلي أوبسيرفاس ثيرابيتيك سيرفايف من أسباب الريزيستونس أبار اللي حكينا فيه إنه مريض التبركيلوز ما يستعملش الدواء نتاعو معناتها أنا مريض بالسكر سامحني أنا تو مريض بالسكر دكتور ما نجمش نقعد بالسكر بلاش دواء السكر مثلا فوالا شو باش نعمل معناتها لازمني نقف وقت اللي ناخذ تريتمون اللي نبرم من السل هكا اللي فهمتك معناتها قلت ما يقفش على الدواء نتاعو مع السل ايوا على الدواء السل شنو هي ديريكتلي اش نقول لك ديريكتلي اوبسيرفت هي كيسكي نوزا اكزيجي تو لو ام اس لورغانيزاسيون مونديال عندنا مثلا في السيرفيس يعني اي مريض هذيا باش نقاومها ريزيستونس يلزمو ما يقصش على الدواء يلزمك تحط كالكان باغ اكزومبل نحن نرقدوه المريض حاجه الاولى هي ليزولمون اش معناتها ليزولمون نبعدوه على العزل نتاعو حتىش هي مدة جينيرالمون جمعتين لين يولي نيجاتيف يولي نيجاتيف نخرجوه ولكن نخرجوه سو كونديسيون ثم ورقة نعمرها نكلفوا حد من العائلة ثقة ديريكتلي اوبسيرفت يعمر اي كروا شاك فوا ياخذ دواء يلزم يعمل كروا يلزم حد اوبسيرفون كيما عندي في السيرفيس نبدا اونديزيني انا انفيرمي هذيك ريسبونسابل يتبع ريتو يغزر له ياخذ دواء يعمل كروا هذيك نسميوها ديريكتلي اوبسيرفت ثيرابيتيك دوت استراتيجي دوت دونك يجي المريض للعياده يلزم يجيب لي الورقه هذيك ويجيب معاه الشخص المكلف هذيا لانه اذا كان ثم وللاسف ولا مارغريسا تصير لنا برشا انه يحبس الدواء شهرين ثلاثه يتحسن يحبس الدواء هذيك زاده من الاسباب الكبيره نتاع الريزيستونت ريزيستونس او تريتمون ما تكملش الدواء الدواء نتاع السل راهو جينيرالمون 6 اشهر ثم شهرين باش ياخو اربع انواع واربع اشهر ياخو نوعين من لي زانتيبيوتيك هذوما انتي تيبركيلو نجمو نوصلو 8 اشهر نجمو نوصلو 9 اشهر انا نحكي على البيلمونير ولا حتى الكومبليونير خاطر راهو في التيبركيلوز يصير حي نحب نذكر مالوريزمون ثم اللي يضرب الكليوي ثم اللي يضرب العظم فما اللي يضرب المخ فما اللي يضرب الجلده فما التيبركيلوز ديجستيف راهو التيبركيلوز ينجم يضرب اي جسم الكبدة اي جسم في اي معناتها اي عضو في جسم الانسان حكينا على الاكثر اللي هما الجونغليونير نتاع الغدد الريه والا الصفيق اللي عندنا نحن الصفيق نتاع الريه هذوما الاكثر اكثر شيوعا اكثر شيوعا ولكن اخطر اذا كان يضرب المخ اخطر كان يضرب الكيتاني الجلده اخطر اذا كان يضرب الجلده دكتور اكيد تيبركيلوز كيتاني اخطر ما فما قليل برشا الحمد لله ما خطير إذا كان يضرب التيوب ديجستيف معناتها الواحد إذا كان يمس الأمعاء الكلى يبدأ حاشاكم يبدأ يخرج في الدم وكل شيء فهمت يضرب العظم كما كانوا قبل لك اللي زوستيت قبل لك كنا نشوف وكل مال فورمي وكل مال دوبوت وكل برشا ناس هذوكم من آثار السل يضرب الظهر يضرب فهمت دونك هذوما الحمد لله أقل برشا من التيبركيلوز غونغليونير وبيلمونير وبلورال ولكن زادا هم موجودين ما في باليش بالطريقه هذه دكتوره صحيح معناتها اللي في بالي به من بعض المضاعفات انه نجم نحكيو تولي فما بعض الام في الظهر مثلا يقولوا لي ولي عندك مشاكل في الظهر نجم مخالفات السل تنجم تولي عندك مخالفات حتى تلف نتاع المفاصل بعض هذا اللي في بالي بها مش بالخطوره هذه انا دكتور ملول دونك توصل تضرب العديد من الاجهزه اللي موجوده والاعضاء اللي في الدم دكتوره موجود اكيد بيان سور ما ندخلوش هذوكم فما الاعراض العامه كالفشل والتعب وكذا هذيك اعراض عامه اما هو السل في حد ذاته فما تيبركيلوز اوسوس فما تيبركيلوز لاختر ميدولير يمس الموال اللي ريسبونسابل على النيرفاسيون تاع الانسان الجهاز العصبي يعطيك الصحه اللي يمس المخ فهمت هذا كله راهو تيبركيلوز القلب يتمس دكتور القلب لا تيبركيلوز باسكو الدم ما فماش تيبركيلوز كاردياك سا اكزيست هذاك علاش حبيت ناكد على النقطه هذه دونك اللي باش يمنع الحمد لله على القلب كي وصلنا للقلب معاكم شفتوا الخطوره نتاع الوضع الا سامحني القلب في حد ذاته ولا الصفيق نتاع القلب بيريكارد بيريكارديت موجود برشا بيريكارديت كيما الصفيق نتاع الري ايوا دونك ينجم يمس الصفيق نتاع القلب نسميوها بيريكارديت تيبركيلوز مش القلب هاكم شفتوا المضاعفات وقت اللي واحد ما يمشيش يداو ولا ما يكونش منظم في الدواء نتاعو تو نرجع لكم على عمليه الجهاز اللي باش يعاود عمليه العلاج اللي باش يعاود ياكدن عليها دكتورنا اليوم دكتور انيس معطله رئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه دكتور من اسباب مثلا معناتها من عوامل الخطر وصلح لي من عوامل الخطر فيروس نقص المناعه البشريه سيدا نجم يكون من عوامل الخطر مرض السكر نجم يكون من عوامل الخطر مرض الكليوي اللي مريض بالكليوي نجم يكون من عوامل الخطر انواع بعض انواع السرطان وينجم زاد اللي قاعدين يعملوا في الشيميو نتاعهم هما عرضه اكثر من عوامل الخطر للاصابه
فما بعض الأدوية المعطات مثلا اللي قاعدين نستعملوا فيها اليوم، سوء التغذية، انخفاض في الوزن متاع الجسم هذية، وإلا حتى الكبر في العمر، هي من عوامل بعض العوامل الأساسية، عوامل الخطر. صحيح هذوما دكتور؟ صحيح الكل صحيح، 10/10 نعطيك هاي قريت كده صح. دونك اكيد هذوما العوامل الكل اللي الانفان كيسكو سا دون، كلها تعطي ضعف في المناعه، يعني الشيخوخه لي ليزاج اكستريم اون فيت، الصغار برشا ولا الكبار برشا، لي زانسيفيزون رينال، مشاكل عنده في الكلى، في لي زانسيفيزون كاردياك، لي زانسيفيزون ريسبيراتوار، اللي عنده امراض السكر، خاصه السكر كقولوا السكر اللي ماهوش معدل، اللي يعملوا في الشيميو، لانه كيما حكيت لك بكري المرض التبركيلوز ينجم يبدا كامل ما يتحركش، معناتها ما عنده حتى بكاء موجود 100 واحد، ولكن بسبب ضعف نتاع الاميونيتي ينجم ينتشر. دونك هذوم كل اللي سميتهم انت صحيح من العوامل اللي تخلي الانسان معرض انه يمرض بمرض جرثومي، هذا مرض السل، ويخليه معرض اكثر للتعكرات ولا ليفولوسيون دي فافورا، معناتها التعكرات والليفولوسيون رابيد نتاع مرض السل. كبير كلهم اصحاح. دكتور حكيتي انت على الدخان، المخدرات ولا الكول، هل هي من عوامل اللي من عوامل الخطر في التسريع بالاصابه بمرض السكر؟ اكيد اكيد حتى للكول، اكيد حتى للكول، الكول من الحكايات اللي من الكول هو سيتان يعمل ايمينو ديبرسيون، يعمل ضعف في المناعه، يعمل مشاكل، خاصه نحن عندنا مشكله للكول والدواء نتاع السل، لانه دواء السل الكل يعتمد على ميتابوليزم ايباتيك في الكبده. دونك سي تري امبورطون نسيهم، خاصه الشباب نقول له اذا كان راهو ياخذ دواء ويواصل في هذايا الكول راهو ريسك كبير باش يعمل ديزيباتيت في المينوت، ينجم حتى يموت، معناتها مشكله مشاكل تاثير الدواء والكحول على الكبده نتاعو. المخدرات سي لو ميم ميكانيزم براتيكمون كو الدخان. حاب نذكر زاده في الدخان فما حكايه اخرى وللاسف هي النرجيله وش اسمها الشيشه، يعني الشيشه في الواحد، لان الشيشه هذيك سورتو في المقاهي وتنتقل من فم الى فم، من نفس اللي نفس اللي قاعد الناس كل وليه، وفما شكون يقول لك والله يعني جبتك ايش اسمه ركبت الفيلتر الور ساسار يا راهو اللي يقدر كان موجود، واعطيني نفسيا وقت نتفرجوا على الماتش مع بعضنا راهو يبدا موجود في اي بلاصه في الشيشه. دونك لا ذاك لا الليل لا الاخر راهو نبروتيج، حتى شيء ما يحمي. دونك نوصيو العباد باش نحنا سي جميل ميو سي داريتي باش حبسوا هذيا توسكي التدخين توسكي الشيشه راهي مضره، وريزون دو بلوس راهو ما نعرفوش شكون مريض بالسل وشكون مش مريض. دونك اللي يخدم حد ما يعرف انت، دونك هذيا راهو خطر كبير انه ياخذ التبركيلوز ماك الشيشه هذيك. باهي خلينا نحلقوا صغير دكتور، السيجار الالكتريك ما عادش تسرع ما تسرع، معناتها من عوامل الخطر، والا لي الفاب اللي يقول لك انا مش نتكيف، اما هاني الفاب انا اليوم صاير ما عاد سي ان بو فلو عند التوانسه، في ذن التوانسه تسرع على الاقل من عوامل الخطر في مرض السل والا لا؟ شوف الفاب هذايا لو ام اس ريسامون اللي تي كاتيغوريك فيه لو ام اس، معناتها احنا نمشيو بدي ريكومونداسيون دو لو ام اس، معناتها توصيات لو ام اس، توصيات لورغانيزاسيون مونديال، ماهوش ني بلو ماهو ني بلو ريكوموندي دون لا ري دو تابا، ماهوش معناتها ريكوموندي باش يوقف الدخان انه يستعمل الفاب، ليس فعال، ليس من ادوات الانقطاع عن التدخين، ولكن منتشر برشا وبرشا يستعملوا فيه. والفاب وللاسف خاصه في تونس، وانا نقول ما تعرفش شنو فيه كان واحد، وفيه تو لي برودوي دو تابا، معناتها على ليميت اللي انسان قاعد يتكيف في نفس يتكيف في الدخان ويتكيف في الفاب، اما على ليميت سي براتيكمون لا ميم شوز. انا بيرسونيلمون حتى مي باسيون ولا عباد راني جي دو كونساي الفاب، ما ننصحش به الفاب هذا، لانه عباره عن كان مدمن على التدخين، ادمان على التدخين، يتعدى ادمان اخر على الفاب واكثر غبره واكثر واحد وفهمت، وحتى حد راهو ما يعرف لا كومبوزيسيون اوني با تكوينه نتاع البرودوي هذاك اللي ياخذ فيه، هاو ريحته باهيه وريحته درا شنو راهو موجود فيه نيكوتين، موجود فيه كودران، موجود فيه توت لي سيبستانس براتيكمون الموجوده في الدخان. دونك امين هذه قبل هذا الكل تمر من 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 موتيفاسيون، من قرار شخصي انسان انه باش يوقف التدخين. دكتور الجانب البيئي مهم برشا اليوم للاصابه، اش معناه؟ خاطر مثلا نلقى توك اللي فما بعض الدول الافريقيه قول قبل ما تمشي لها اي في تي راهو فيهم السل، فما الجانب البيئي معناتها مثلا النسخ اللي موجود غادي، الهواء المسخ اللي موجود غادي، هذا ينجم يكون بيئه حاضنه وتسرع باصابتي بمرض السل دكتور؟
هو فرهيم للأسف ارتبط مرض السل بالفقر إلى بروسميكسويتي، معناتها الناس الفقر ولا فك الأحياء الشعبية اللي يعيشوا في مناخ مالورزما موش اللي بيضم فيه مثلا نحكي الأحياء القصديرية ما تمشي أوناس تصريف المياه الأمطار مسخة لا هذي كله يسهل ويبدأوا 20 في دار ويبدأوا كذا هذه البروسميكليتي هذه كلها تسهل يعني البيئة المهيش نظيفة البيئة اللي 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 أنفا تحمل جميع أنواع جراثيم هي من الحاجات والأسف المسهلة لانتشار مرض السل. وحاجة أخرى راهي تريز امبورتانت اللي نخمو شوية الدول المتطورة اللي السل عندها ضعيف برشا نسبة ضعيف برشا يسون با ان تران دو سانفستير في التريتمون في الدواء نتاعو. نحن للاسف ما ننجو شيء تو ننجو حتى شيء نستنيو هما تو سي ديزانتيريس مع هما سي با سون لو بروبليم التبركلوز ماهوش دايور باغ اكزومبل في فرنسا ما يعملوش الفاكسان تاع البي سي جي ما يعملوش الفاكسان باسكو بالنسبه ليهم السل سي حكايه تعدوها دونك ما استاذرش منه باش يخدم لك باش يعمل لك ادويه كيما عملوا لك قبل وقت اهتموا به هما راهم عملوا لنا الدواء نحن عملنا حتى شيء نحن اون كونسوم ونستهلكوا وكهو دونك سي تري امبورطون اذا كان ما نفيقوش على رواحنا كمجتمع ك ما نعرفش انا كصحه كدوله كالناس الكل راهو العالم هذايا ثالث راهو باش يجينا بعد 10-20 سنه ما نفش نجيبو نعملو ادويه جديده رانا باش نجمو نرجعو لزاني 40-50 والسل ينجم يولي اخطر من توا في فورما وبسلاله جديده تقاوم الادويه اللي قاعدين نستعملوها وحدنا الناس الكل فوالا دونك هذاك علاش اليوم دعوتنا الناس الكل ديكو تبدا عندكم بعض الاعراض هذيا اول حاجه تنجموا تعملوها حتى باتصالكم بالطبيب نتاعكم وبعد هو يقوم بعمليه التشخيص. كيفاش تكون عمليه التشخيص جينيرالمون توا دكتور؟ التشخيص يعتمد على عده اليات. الاليه الاولى هي سكون ابيل انتروغاتوار ديما نلوجو اسكو في العائله فماش شكون مرض بالسل قبل ولا توا مريض والا داوى على السل ديما نلوجو لا نوسيون دو كونتاجيوزيتي نحكي في التيبركيلوز بيلمونير خاطر في التيبركيلوز كونكليونير نلوجو على الكونسوماسيون دو لي شنو يشربش حليب ياخذ ياكل حليب نون كرو ماهوش هذاك هذا نحكي على البيلمونير اللي خصني انا خصوصا دونك هذه الحاجه الاولى دونك المحيط العام اللي يعيش فيه الانسان ولا العمل نتاعو مثلا يبدا عائله كبيره يعيشوا بعضهم ولا يخدم في مليو مسكر وكذا وفما غارديان دو بريزون مثلا غارديان فوالا يعطيك صحه ولا مليو دو بريزون برافو يعطيك صحه للمليو والكونتكست سوسيال نتاعو سي تري امبورطون. ومن بعد نلوجوا على العلامات اللي قلنا عليهم العلامات العامه والعلامات الخاصه بامراض الصدريه نعملوا الاكزامان نتاعنا نشوفوا فماشي الانفويات نسمعوا المريض فماشي بعض الاشياء اللي تثير انتباهنا مع حاجات هذيا نسمعوها بالستيتو كل شيء نتعداو المرحله الاخرى اللي هي ليزيكسبلوراسيون عندك نعملوا تصويره عاديه على صدر فما علامات نعرفوهم نحنا السل عنده خاصيات تقريبا فما ثلاثه اسبي راديولوجيك يعملهم فوفو جينيرالمون يبدا الفوق فما ديزانفيلتخا فما حاجات يعرفوهم الاطباء الكل الحمد لله دونك وبعد نعملوا لا ريشيرش دو بيكا لوجو على نعملوا بريليفمون معناتها سواء المريض يعطينا هشيك معناتها البصقه نتاعو نحللوها على مده 3 ايام ساعات نتلزم باش عنده بصقه باهيه ولا ما يخرجش ولا كذا نعملوا سكون ابيل تيباج غاستريك الصباح نجبدوا من المعده قليل من السيكريسيون اللي تهبط وفي بعض الاحيان نتلزوا حتى في قسمنا نعملوا بالفيبروسكوبي ندخلوا نعملوا بريليفمون الدياغنوستيك هو لا بريزونس دي بيكا يعني جينيرالمون من داوي وكان خاطر سي تري امبورطون نجم تعطي الواحد تريتمون مده 6 شهور اذا كان ما تلقاش الجرثومه الجرثومه اللي حشنا بها البيكا هذيك دونك فوالا المريض اللي دياغنوستيكي لهنا سي عنده التيبركيلوز بيلمونير نعملوا ايفالياسيون جينيرال نتاع المريض ثم تحاليل ما قبل الدواء خاطر لازم تبدا الكبده نتاعو مريق لك لاوي مريق دونك ان بيلون بري ثيرابيتيك نعملوا زاده خاطر ثم الدواء ياثر على عينين نعملوا اكزاما اوفتالميك فهمت دونك من بعد ما نحضروا المريض هذا الكل بيان سور نرقدوه بور ليزولي نعملوا ايزولمون نرقدوا المريض اي اون اكسبليك نفهموه شنو هو الحكايه نتاعو شنو هو التريتمون شنو هما لي بيرسبكتيف وكل شيء باش المريض يعاوننا نبداو الدواء كما قلت لك ليزولمون والدواء عمليه العزل والتليق في عمليه المداوات حاجه اخرى سي مالادي ا ديكلاراسيون اوبليغاتوار دونك نعملوا ديكلاراسيون لليزين للواحد علاش الديكلاراسيون الاداره الجهويه للصحه لازم الاعلام باش نعملوا ديبيستاج لنا نحكيو على زعما كيسك سافي دير ديبيستاج اللي هو توا مالوروزمون الحلقه اللي تفقدت ولا نقصت هو تقصي في الحالات اللي دايره بالمريض هذاك الحالات القريبه الاقل قرب الاكثر قرب مش معناتها مثلا ما نعرفش انا انسان يخدم في معمل
كبير راه يلزم نعمل ديبيستاج للناس البحريه الكل لازم يجيو معلم لازم نعمل ديبيستاج خاطر في الكلاس يقعد بساعه بساعتين فوالا يعطيك الصحه مع الهدايا وفي البيت العائله المقربه وكذا فهمت دونك هذا التقصي تري امبورطون لازم يجيو هذوكم وحاجه اخرى عرفت تبركيلوز ثم معلومه راهو المريض يعمل تصويره غراتويتمون بلاش يعمل التحاليل بلاش ياخذ وكيل الكارني الاحمر يلفي تو غراتوي تكلفه على الدوله تكلفه على الدوله يرقد بلاش كل شيء بلاش دونك المريض ما يدفع حتى فرانك كل شيء في السويدي الدواء غراتوي داير الدواء ما يتباعش في الصيدليات البرا وما يتمد ما ينجمش حتى في البريفي ما يعديوش دونك كل شيء على تكلفه الدوله الحقيقه هي مجهود به و دونك تصير الديبيستاج يجي عندنا لهنا ديسبونسير انتي تيبركولو يجي في الحجام الناس يخلصوا يكلموا اكيد شوف قبل لي زاني 2000 اتذكر قبل كانوا يجيبوهم بالحرس اذا كان ريفيزي دونك كثير الديكلاراسيون توصل للمركز الحرس واذا كان لي بارون ما يجيوش ولا الاقربين ما يجيوش يتنقلوا لهم مثل اختار على مجموعة على المجتمع كانوا يتنقلوا لهم يجيبوهم وكل شيء دونك تصير عملية نشوفوا المريض نعملوا له تصويرة نعملوا تحليل باش نتأكدوا اللي هما لاباس ولا فماش حالة أخرى في مرحلة أولى انفقوا بها على بكري عملية المداوية قلت لي تبدأ من شهرين حتى لتسعة أشهر ستة أشهر أما النجم ونوصل 8 شهر 9 شهر أنت والحالة كباركا مي في 90% من الحالات 6 شهر كافية انه الانسان اللي بيان تريتي ستيريليزي غيري وكل شيء تاع انا تو مرضت دكتور بالسلط معناتها 6 شهور نقعد في عزله ما نخرجش حتى من الدار لا قلناها بكري صحيح نحن في العاده رقدوهم 2 سمان جمعتين وابري 2 سمان لا ماجوريتي يبداو نيجاتيف دونك نعاودوا التحليل تاع البيكان خرجوا نيجاتيف هما حتى بعد جمعتين اذا كان انسان ديوا خدا تريتمون تاعو بالكدا وبدات تنقص عنده العلامات العامه والخاصه حتى لكن نلقاو بيكان سميوها نحن بيكامر ترى ما عادش يخوف راهو نسبه العدوى نتاعو تنقص الى 3-4% ولكن نحن خذينا قرار لهنا بحكم اللي اغلبيه الناس معناتها بوسطاء وظروفهم ماديه صعيبه ويسكنوا في ثقافي في عائله كبيره ولا في مليو كبير نخرجوا المريض ساعات حتى 3 سمان نقعدوا فهمت حتى اكثر سي لازم الا من يبدا نتيجه التحليل نتاعو سلبيه هكاك نبداو متهنين على الاقل مش ما عادش يعني دونك هذا خدينا قرار في السيرفيس نسبه العدوى نتاعو ب 3-4% اذا كان هذا اذا كان بعد 14 يوم الدواء خذاه بصفه منتظمه مريقله وفما تحسن معناتها في العلامات العامه والخاصه يقول لك رجعت لي الشهيه رجعت ناكل نقصت الكحه ما فماش دم ما فماش هكا سخانه ونقصك تعرق حتى كان نلقاو بيكا بوزيتيف راهي نسميوها نحن ميتا بيكا ميرت معناتها ميتا ما تخوفش دونك ريسك يقول ضعيف برشا باش يعدي ولكن رغم ذلك نحن في السيرفيس خدينا قرار ما نخرج المريض الا ما يبدا نيجاتيف كريمون بشكل كامل دكتور سي عبد العزيز يقول لك كيما تداويش على قاعده السل ينجم يولي ضيق تنفس والا لا اذا كان ما يداويش بالبلبيهي عند انسان كبير عنده بار اكزومبل لا بي بي سيو مريض ويتكيف وكذا حتى لكان اصابته الاصابه الخاصه بسل مش كبيره وما يداوش بالكدا ينجم يخلي له قصور في التنفس اذا كان ما يداوش بالكدا وعنده امراض مزمنه وعنده سكر وكل شيء يوقف الدواء السل ينجم ينتشر في الزوز الرواري نتاعو ويعمل له مخلفات واللي لا ديلاتاسيون دو برونش لجعاب واسعه ولا اكل فيبروز يشيح في الريه ويولي ويعاني مرض مزمن وقصور في التنفس اذا كان ما يداوش بالكدا السل ينجم يعمل يمس العروق نتاعو ويعمل له سكنا بين احنا ديزيموبتيزي ويخرج له يكح برشا دم وتعمل له تعكرات ومشاكل دونك انسان التيبركيلوز التيبركيلوز شوف ما يسمحش التيبركيلوز تو في كلمتين الحمد لله سيت اون مالادي غيريزابل 100% تداوى غيريزابل تداوى 100% ولكن التيبركيلوز هذا ما يسمحش ينجم يقتل وينجم يعمل امراض معناتها نفسي معناتها قصور في التنفس مزمن و توت لي كومبليكاسيون اي كومبليكاسيون دايا نقولوها نحن حتى لي ستيديون راهو التيبركيلوز اي كومبليكاسيون ينجم يعملها لك واي معناتها حتى اي مضاعفات اي مضاعفات ينجم تتصور ينجم يعملها لك التيبركيلوز خطيرة دكتورة اكيد بيه دكتور فما دي فاكسان معناتها اليوم اكلي فاكسان اللي قاعدين نعملوا فيهم قبل وكلي كنا راهو في لي بوب وكل الحملات هذيك الكل فعال لي فاكسان هذوك اكيد جولمرت هو اللي عملها الباسيل دو كوك اللي هو سيتان
اكستري دو معناتها من التيبركلوز اكستري بروتيك اتونيي نقصو ضعفو جزء من الواحد هذاك الى اتونيي من مرض السل ضعفو على الاخر ونعملوه نحن في النيسانس و 6 سنين وعلاج دو في السيزيام دونك كل التراس اللي نشوفوها عندنا الناس الكل هذيك نتاع البي سي جي البي سي جي ان فيت سا بروتيج كونتر لي فورم غراف et contre les tuberculoses essentiellement cérébrales dans le mouch ou les tuberculoses ils protègent pas contre mais ils mangent مسل العادي بس معناتها يمنع ينقص من الحالات الخطيره ويمنع من كل اثار نتاع المضاعفات اللي تصير على المخ جراء السل معناتها تيبركيلوز سيربرال سيربرال ولا لي فورم غراف اي فورم حالات الخطيره الخطيره نتاع التيبركيلوز دونك ماشي قوي في المناعه دونك تولي الانسان مناعته قويه دونك علاش قلنا نجم حتى كنت باش الانسان راه حتى نحن بار اكزومبل اللي نحن معرضين اكثر الكادر الصحي رانا اون كونتاكت ولكن اني الحمد لله فاكسيني المناعه ما تخليش انه مع الفاكسان انه البكتيريا تتطور في صحه هذاك من الرول نتاعها مش معناتها رانا اني فاكسيني كيما الكوفيد لا ميم شوز مش معناتها راك عامل فاكسان ما تمرضش بالكوفيد سي لو ميم برينسيپ راك تمرض بالكوفيد اما تمرض تجيك خفيف سي لا ميم شوز بالنسبه للبي سي جي سي براتيكمون شي شيماتيك مي سي لا ميم شوز نجم تمرض بسلك علاش ديما التوقي مش واحد مريض معروف بالتيبركيلوز وقاعد بحذاه ويعملوا في اي شيء شرك واش تمرض سورك بون تيام موان دو ريسك باش تعمل نسميو لي فورم الخطيره الفورم غراف مضاعفات الخطيره مي سا نوبيش راه نجم تمرض بسلك ديما الوقايه والتوقي ديما خير من العلاج شنو نصايح نجم نقدموا للساده المستمعين للوقايه من مرض السل دكتور والله نحب نوجه ساعة خاصة نحب نحكي أكثر على هنا سيرتو التيبركيلوز غونغليونير التيبركيلوز غونغليونير هذايا نتاع الغدد اللمفاوية لأنه التوقي منه سهل وللأسف قاعد الانتشار نتاعو قاعد يفوت برشا السل الرئوي نأكد على مصادر اللي ياخذوها ولا نوعية الحليب ومشتقاتها كما قلت يتأكدوا من مصادره من 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 طريقة الإعداد متاعه والتحضير متاعه. تو تسمح لي دكتور تو في 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 ولاية معناتها ريفية كبيرة إيش نعرفه واللي مستنسين به حتى لنا نأخذ الحليب اللي مدهولي من بقرة متاعه نغليه بالبهي بعد ما نغليه نحي كل الغشاء الفوقاني نعمل ونسمي بسم الله ونشرب وكهو هذاك اللي مساسين نعمل فيه نفس الكل معك هل هذا كافي هل اللي نحكي لك أنا فيه توا على الأقل دكتور هو التغلية متاعه توصل درجة معينة معناتها التغلية الحمد لله جنرالمون سابخوتيش إذا كان قبل هذا كل علاش نرجع وزادة أنه القطيع الأبقار هذية والبقر يجد منها يزم ثم فيتيرينير يتبعها ويشوفها تبدأ فاكسيني لهنا تبدا لاباس معناتها احنا نبيدي والدريف وتربيت نشرب الحليب نتاع البقره معناتها ماهوش حاجه هذيا راهو بالعكس مانيش ضد الحكايه هذيا ولكن يلزم القطيع نتاع الابقار يكونوا سويفي خاطر ما تعرفش عليه هذه حاجه والحاجه الثانيه التغليه ثم التغليه انا نحكي عليه مثلا خاصه اكلي اكل قوطة وجبونات اللي يتباعوا اتوريا ترافي سي سوسيالمون صح خاطر ما تعرفش كيفاش محضرين ومو سي با سيور يغليوهم وكيفاش غلاوهم وفي اي درجه في اي مده في اي مده قداش عندها الحفاظ نتاعها والابقار اللي جات منها دونك هالمجهول المصدر هذيا هذوما هما اللي يخوفوا خاطر نشوفوا ما نعرفش ما قبل كيفاش تصير هذا الكل سي با مغول ما نعرفش ولكن ان كي نشوف انه النوبر نتاع التيبركيلوز غونغليونير قاعد يزيد نقول اليا فما مشكله يا بروبليم دونك الانسان هو نتيجه لخلل ما فما خلل ما في المنظومه في السلسله هذه دونك سورتو كقصيت عليك سامحني دكتور وعارفوا دونك كي نمشي على كلامك انت عارفوا مين تاخذوا زاد اللحم لازم يكون مع عند زازار مستعرف به وعنده كتاب على الازرق ولا الاخضر اللي راهوه اللي هو مذبوح في الاباتوار نتاع البلديه اللي فيها البيطري اللي باش يقول لي البقره هذيا راهي لاباس عليها قابله للاكل والا لا والذي راهي مريض في كل شيء دونك تشوفوا علاقه الحيوان بالانسان والطبيعه معناتها تشوفوا من الكوفيد جينا من دراشنو وكريتو نتو معناتها العلاقه كبيره ياسر ما هو با لي سيباري هذه بالنسبه للتيبركيلوز غونغليونير بالنسبه للتيبركيلوز بيلمونير الوقايه والتوقي باس افونتو لان الفاكسيناسيون اللي اوبليغاتوار والحمد لله الناس كنا ني فاكسيني هي من ليزولمون من ليزولمون اي ديبيستاج الديبيستاج سي لو بليز امبورطون العزل والتقصي اون فوا عندك كاد تيبركيلوز تاع سل على الغالب الى ترابي في خدمه ينجم مش فايق هذاك فوالا ولكن لهنا لازم تصير ليزولمون لازمك تعزلوا المريض اي التقصي لانك قد ما تكتشف مبكرا الحالات
قد ما تيفيتي انه السل باش ينتشر، لانه كانت خليها ما تفيقش بيه توا واحد مثلا واحد وسط 100 عنده ثم زوز تعداو، انت كان ما تفيقش بهم اكزوز هذوك مش يعديو لك اربعه، الاربعه مش يعديو لك 10، اي لهنا باش ينتشر لك السل. دونك لازمك تجبد الشخص المريض تبعده اللي يبرا يولي نيجاتيف، تفيق بالناس اللي احتمال انهم تعداو سواء تراقبهم بصفه خاصه ولا تداويهم باش تخلص من وترتاح ما كنت اكل الشين هذيك تشوف على لا تغرق باش قصها. من بعد تتعدى المرحله زاده مهمه هي المواظبه على الدواء، مواظبه على الدواء هذيك تقص رد بالك تقص منظم الدواء تاخذه الصباح اجان ساعتين قبل الفطور سبيسيال خاطر الدواء واحد ما يجيش تاخذه في كل وقت وكل شيء سينو يولي انيفيكاس. دونك نعطيهم نحن لي ريغل وراو كي يكمل في اكثر من 90 ولا 95% يكمل الدواء ريغوليرمون مريغل وكل شيء راو الانسان يبرى ويرجع لحياته العاديه. وعنا الحمد لله العديد المصابين اللي يرجع حتى في التصويره نتاعو كومبليتمون ينضاف ومعاش عنده حتى مشكله ويرجع انسان عادي كيما قبل. البروتوكول الصحي نتاع الكوفيد زاد راهو افيكاس للسل، كي تعطس حط ايدك واغسل يديك من بعد والبافيت نتاعك وحدها والجيل نتاع والماسك. دونك هذوك راهم يقعد بروتوكول الصحي نتاع الكوفيد راهو افيكاس الى حد كبير ضد مرض السل. دكتور كلمه الختام خليها معك انت، وصلنا لاخر الميسيون نتاعنا اللي في الو دكتور. شكرا، نشكرك مره اخرى صديقي الحايم على الاستضافه، ونشكر مره اخرى الاذاعه اللي جيتها الحقيقه عديد المرات، وكل مره نجي الحقيقه نلقى عديد نرتاح معاها كل شيء. ان شاء الله نكونوا افدنا جميع معناتها المستمعين نتاعنا. ان شاء الله ما نحن فاهم مانيش لهنا الرول نتاعنا راه مش باش نبيعوهم الحمد لله ديما كيما قلتها بكري سيتون مالادي غيريزاب معناتها تبرا 100%. ولكن يبقى مهم البروف انه ان جورني مونديال معناتها يوم عالمي للمقاومه السل. هذايا السل مرض ديما نقولها صعيب وسهل، سهل التوقي منه اوني فاكسيني نردوا بينا نبعدوا على التوسكي اللي حكينا عليهم التدخين الشيشه خاصه الاماكن اللي هذه نتاع البروسميكتيفيتي اللي تنجم تجيب لنا التيبركيلوز. و ديما نذكر زادة بالتيبركيلوز اللي حكينا عليه حكايه الكونغليونير الغدد اللمفاويه والحليب ومشتقاته هذيك سي امبورطون. وان شاء الله نكونوا افدناكم وربي يحفظ الجميع وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور انيس معطلة رئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه في المستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان، غرو ميرسي لحضورك بحضينا في الو دكتور. لانتجراليتي الانترفيو تلقاها شويه اخرى على الباج اوفيسيل فيسبوك. هاكا نكونوا وصلنا لاخر سونتي 5.0 بالنسبه اليوم. غرو ميرسي ليكيب كامله كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي امنوا لكم 120 دقيقه من بثنا المباشر. غدوه نتلقاو في نفس التوقيت بسيف يا دوما. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.